حياكم الله مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجكم مرسى الآراء، والذي نطل منه عليكم عبر شاشة قناة الجسر الفضائية. مرسى الآراء برنامج يسلط الضوء على أهم ما يتداوله نشطاء وكتاب سياسيون ومتابعون للشأن السوري والعربي بشكل عام، ومواضيع متنوعة ذات اهتمام على شبكات التواصل الاجتماعي. نعود لكم بعد الفاصل. حرك يا عمومي، وقف عندك، يستر عرضك يا سيدي، لا تأخذني والله فكرتك طيران تحالف، روح الله يعمي عنك ولادين الحرام صواريخهم. يستفز نفس نفسي من يا وزي زرمك سستلم برميل، شو يا سيدي مشان الله، روح تفضل على بعض. شفتنا، حرك حرك يا عمومي، حرك 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 حرك. هلا ما استفتحنا بولا ليرة، جيت الرزق. وقف عندك، شو الله ما تأخذني، هاد انت مرة تانية، تفضل حرك حرك. لا تكلك لا تكلك، انا التيار الامريكي كالتياران التحالف. الله بيخلق من الشباب 40. هات لشوف، وين رايح تقصم؟ سنذهب لضرب مواقع داعش الارهابية. والله عن جد كلكم بتقولوا هيك، وليك داعش باقية وتتمدد حبيبي. اعطيني المعلوم وروح اقصف وين ما بدك، شغلة بتقصف حافظ بقبره. اولويتنا هي القضاء على داعش ما ومن ثم الاسد. لا واضح، هات اعطيني المعلومة. خبيهم. عراسي. في دورية على مفرق النبي، كدير بالك منها. لا تكلك لا تكلك، الله معه. ماي جاد، ضربك اخضر، استفتاح مبارك بالصلاة على النبي. حرك حرك. شوفك يا حد، وقف عندك، شو فكرة شربة، هات لشوف اللي ورايح تقصف. كيف وين رايح؟ انا طيار سوري. شو يعني سوري؟ شو يعني؟ هاي اجواءنا يا زلمي. اجواء شو اجواءك حبيبي؟ مثلك مثل غيرك، تدفع بتمر، ما بتدفع بأشر عليك بالليزر خليني اسقطوك. شو ما تحكيني؟ ما طير بسما بلدي بتقلي دفاع، وين السيادة الوطنية؟ سيادة شو؟ بتدفع ولا بخليها نزلوك؟ ما عندي الله وكيلك يا زلمي، مشيها اليوم، بكره بالمزر اللي بزت لك علبتين متي وكرز دخان، ماشي؟ لك من يوم يومكم ما بتفهموا بالكلمة، اصلا طيراننا لا تلاقيني بتشقني. أهلا بكم من جديد، نبدأ معكم مشاهدين الكرام مع أهم ما قد نشر على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومع الأستاذ أحمد كامل. التمييز بين الضحايا هو قمة العنصرية، بان كي مون عن هجمات باريس، هذا عمل إجرامي إرهابي مشين، يجب أن يقدم مرتكبوه إلى العدالة بسرعة، أتقدم لأسر القتلى بخالص العزاء وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. الناطق باسم بان كي مون عن المذابح التي ارتكبتها روسيا قبل أمس في دمشق وحلب وقصف طائراتها لمدرسة في دوما، الهجمات العشوائية يوم الأحد على مدرسة في دوما غير مقبولة. بمعيار بان كي مون والمجتمع الدولي، الضحايا مراتب ودرجات، فمنهم نخب أول ونخب ثان وثالث حسب لونه وجنسيته والمكان الجغرافي. الناشطة ليال صلاح تتكلم بحرقة قلب عن واقع الوطن، وهذا واقعنا، أرضنا تفترشها أشلاء أهلنا وأطفالنا، وترابنا تطهره الدماء، لا نطلب من أحد سكب دموع ولا إلقاء لوم، فمن تركنا 5 سنوات ننزف حتى الموت وهو صامت يتفرج مكتوف اليدين، وجاء الآن ليعقد مؤتمرات وتحالفات لم ولن تؤثر فيه عشرات المجازر اليومية، هم حتى لم يشجبوها. هذا هو وطني، وقد امتلأت حاراته وشوارعه برائحة الموت وطيب الشهداء. لا أمتلك الحل، لكن أمتلك لسانا ناطقا بالحق، وهمة لأن يستمر العمل فداء لتراب الوطن. ولكل دربه في العمل وإن اختلفت اتجاهاتنا. هذه هي سوريا، جريحة لوحدها، منكوبة لوحدها، لا أخ ولا أخت ولا أحد يداوي جرحها. لك الله يا سوريا. الأستاذ حافظ قرقود،
يفخر بصمود الغوطة. هي الغوطة، هكذا تصر المدن العظيمة أن تتناوب حمل الدول حتى تنهار السياسة لمستوى الصفاقة. ومن شمال سوريا إلى نصيبها الحدودي في درعا، يتوحد الدم بسخائه ليحمل وطنا تناثر لحم الإنسان فيه على الحجر والشجر، وبقي يعلم قيم الحرية لمن لا يعلم قيمة الحياة. هي الغوطة السخية، سخية بالدماء وسخية بدروس الصمود الأسطوري. الأستاذة ندى الخش تنتقد من يعطي الحق للأسد بارتكاب المجازر. موالون للأسد، نعم لإبادة دوما وعين ترما وجوبر. هذا الهيجان والجنون سيزيد في اشتعال وطن كان لجميع التنوع فيه وسيبقى. سوريا عمرها آلاف السنين، وسيكتب التاريخ يوما أن مرحلة الأسد كانت الأكثر همجية ودموية في تاريخ سوريا الباقية بتنوعها جغرافيا، دينيا، طائفيا، قوميا. دوما وجوبر وعين ترما باقية يا همج، وحسرتاه على أناس كثير عليهم الوطن الذي فيه يعيشون. الأستاذ عدنان مقداد يرى أن دمشق أصبحت معتقلا كبيرا. لمن يفكر بالحفاظ على شكل الدولة في دمشق، فليس ثمة دولة في دمشق ولا تحمل مقومات الدولة، ففي مناطق دمشق لا يوجد أي نوع من الخدمات سوى إذاعة وتلفزيون ومطار المزة والسجون والملاعب التي تغص بالمعتقلين والمساقين إلى الثكنات العسكرية من الشباب غصبا، وحواجز الميليشيات الشيعية وحزب الله والمخابرات التي تمنع دخول الطعام والخبز إلى الأحياء قبل وبعد قصفها، فسكانها لا يعتبرون جزءا من هذا الوطن، والمطلوب قتلهم وتدمير منازلهم وتهجيرهم. أما الأهالي فهم يعيشون على الفتات لدرجة أن أغلبهم مصاب بفقر الدم. بلد يتحول إلى معتقل كبير تمارس فيه كل أنواع الانتهاكات، أليس هذا عصر العلم والتقدم وحقوق الإنسان؟ أم أننا أخطأنا العنوان؟ الأستاذ رفعت الحلبي لا يرى الخير في أي تحالف لا يقف بوجه الأسد وداعميه. لا خير في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب إن لم يبدأ بمحاربة إرهاب الأسد وروسيا وإيران وداعش معا، فلا إرهاب أكبر من إرهابهم. الأستاذ صخر دريس يندد بصمت العالم وانشغاله بإقامة التحالفات. لست معنيا بأي تحالف ما دام معتوه القرداحة لا زال يقيم التحالفات على البلد وأولادها. لم تبقى دولة في العالم إلا وقصفت السوريين بسبب هذا الأخرق. أي تحالف لا يكون ضد الإجرام اليومي لهذا المعتوه فهو تحالف ورقي لا يساوي ثمن الحبر الذي كتب به. ما زال هذا العالم يعقد التحالفات هنا وهناك ضد الإرهاب ويتجاهل صانعي الإرهاب ومصدريه. الأستاذ غسان ياسين يرى أن توحد الفصائل هو السبيل للخلاص وحسم الموقف. بعد ساعات على توحد جميع الفصائل بغرفة مشتركة رجع المطار. لو يتصرف بكل الجبهات بنفس العقلية كان وضعنا مختلف كليا. آه بس لم تفلح كل النداءات التي دعت إلى توحيد الجهود، نسأل الله أن يوحدنا على الحق. وفي منشور من حساب مرصد 90 يصف قوة إرادة الشعب السوري وصموده بوجه المعاناة: إذا رأيت أناسا عراة علما أنهم يعيشون في بلد كان إنتاجه من القطن في عام 98 أعلى من إنتاج قارة استراليا فاعلم أنهم في سوريا. وإذا رأيت أناسا يأكلون الفجل بدل الفاكهة وبلدهم خامس دولة في إنتاج الحمضيات في العالم فاعلم أنهم أهل سوريا. وإذا رأيت أناسا يموتون من البرد علما أن بلدهم تنتج 350 ألف برميل نفط يوميا فاعلم أنهم أهل سوريا. وإذا رأيت أناسا يغمسون الزعتر مع الماء علما أن بلدهم ثالث دولة بإنتاج الزيتون في العالم فاعلم أنهم أهل سوريا. وإذا رأيت أناسا فتحوا بيوتهم لإخوتهم العرب ثم أغلقت الأبواب في وجوههم فاعلم أنهم أهل سوريا. وإذا رأيت أناسا يبتسمون بالرغم من كل ما ذكر فاعلم أنهم أهل سوريا.
ونأتي إلى ختام حلقتنا مشاهدينا من ريف حلب الجنوبي، حيث تمكن الثوار من التقدم مجدداً والسيطرة على مواقع استراتيجية كانت تتمركز بها قوات النظام والميليشيات المساندة لها في قرية بانس، وتم تصوير هذا الاقتحام بتقنية عالية. لله دركم أيها الثوار، فلنتابع. صبرا جميلا إن نصر الله آت وعده أصدق قيلا يا جنود الله سيروا واصبروا صبرا جميلا فنأخذكم أخذا وبيلا. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم مرسى الآراء. موعدنا يتجدد معكم في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين نترككم برعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.